كوباية زيت على سمنة، عملت أحلى طريقة بسكويت. بسم الله ما شاء الله، بسكوتة هشة ومقرمشة، حاجة كده ما شاء الله تحفة. شايفين البسكوت العسل ده؟ بسكوتة بسم الله ما شاء الله، واللون بقى واخدة لون جميل كده. طريقة جميلة تعمل، تقدري تعمليها مع كوباية حليب زي كده ولادك يفطروا بيه. طبعا بسكوتة حلوة وتقدري تعملها بسرعة وفي ثواني، بسم الله ما شاء الله، مش مكلفة خالص. من 3 كوبايات إلا ربع من الدقيق عملت أحلى بسكوتة. شايفين البسكوت وجماله؟ بسم الله ما شاء الله. تقدري مع كوباية حليب زي كده او كوبايه شاي تفطري بيها، حاجه ما شاء الله تحفه 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 كده. تقدري تعمليه بسرعه وفي ثواني. يلا اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسناش في اللايك، واهم حاجه تفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم مني كل الوصفات. السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا كلكم بالف خير. النهارده هنعمل لكم فيديو حلو قوي يا بنات. هنعمل النهارده احلى طريقه بسكويت في 10 دقائق. هتعمليه في شفشق الخلاط او تعمليه في قلب الخلاط بطريقه سهله وبسيطه. النهارده مكوناتنا بسيطه خالص، معانا 3 كوبايات الا ربع من الدقيق زي ما انتم شايفين. هنخلاهم مره واثنين، اهم حاجه في البسكويت او الدقيق بتاعك ان انت تنخليه مره واثنين وثلاثه كده زي ما انتم شايفين. هنبدا النهارده بالمكونات بتاعتنا الاولانيه اللي هي المواد الجافه زي ما انتم شايفين. الدقيق عليه كوبايه الا ربع من النشا، طبعا النشا دي ضروري جدا للبسكويت بتاعك زي ما انتم شايفين. هنزل بالنشا بتاع اهوت على الدقيق. النشا ده طبعا بيخلي البسكوت تحت هشه وحلوه قوي يا بنات. ان شاء الله كده هنعمله مع بعض. شايفين ان شاء الله معانا كمان شويه ملح صغيرين، ربع معلقه ملح صغيره كده او ذره ملح زي ما انتم شايفين. تمام اهي شويه ملح صغيرين خالص حطهم للبسكوته بتاعتنا. تمام كل المكونات طبعا زي ما قلت لكم الجافه مع بعض كده، ومعايا معلقه الا ربع معلقه ممسوحه كده من البيكنج باودر، معلقه ممسوحه صغيره اهي زي ما قلت لكم من البيكنج باودر. اهم حاجه اوعي تكتري البيكنج باودر عشان البسكوت بتاعك ما يفرش منه. تمام حطيت المكونات الجافه على بعض، هقلبهم كويس في البوله زي ما انتم شايفين اهي. كل مكوناتنا الهش، كل مكوناتنا الجافه سوري، مع بعض كده. تمام قلبتهم كويس اهوت، هسيبهم بقى على جنب زي ما انتم شايفين. هاخد المكونات بقى السائله كده مع بعض في قلب شفشق الخلاط. يبقى معانا كوبايه الا ربع، الاول نحط البضايه كده زي ما انتم شايفين. البضايه طبعا بدرجه حراره الغرفه. تمام ومعايا عليها كوبايه الا ربع من السكر، كوبايه الا ربع من السكر زي ما انتم شايفين. معايا بقيين من الفانيلا. تمام بيض زي ما انتم عارفين طبعا كلنا لازم نحط الفانيلا ديت. تمام حاجاتنا بسيطه وسهله. هضرب كل المكونات ديت في شفشق الخلاط او في الخلاط كده وارجع لكم تاني. تمام هضيف قبل ما اخلط كده برضو ربع معلقه كده صغيره من الفروتو او تانج البرتقال، اهم حاجه يبقى بتاكل البرتقال كده زي ما انتم شايفين. هضرب كل المكونات الحلوه ديت وارجع لكم تاني. يلا هنا. تمام شايفين الخليط بعد ما ضربته في الخلاط، هنزل عليه بكوبايه الا ربع من الزيت على سمنه. اهم حاجه لو حابه تحبها سمنه خلاص براحتك، حابه تضيفها زيت بس الزيت بيفرق كتير مع السمنه. الزيت طبعا بيخليها البسكوته بتاعتنا مقرمشه وحلوه وجميله كده زي ما انتم شايفين. هضرب كل المكونات الحلوه دي تاني وارجع لكم. شايفين بقى الخليط بتاعي؟ تمام زي ما انتم شايفين كده ضربته كويس في شفشق الخلاط. تمام تعالوا بقى على المواد الجافه اللي احنا عاملينها مع بعض، اللي هو الدقيق على النشا على البيكنج باودر على ذره الملح. وهنزل بالمكونات بتاعت الحلوه ديت، ما تسيبيش حاجه خالص عشان دي كله من قلب الله. المكونات بتاعتنا نزلت بقى بالخليط اللي انتم شايفينه ده على الدقيق بتاعي اهو. تمام زي ما انتم شايفين هقلب بقى بالسباتولا لحد الدقيق ما يتشرب السوائل بتاعتنا. تمام شايفين بقى طبعا بسكويت يعني ما بيتعجنش، احنا متفقين مع بعض ان كل البسكوتات بتاعتنا ما بنعجنهاش، احنا بالسباتولا بس بلم كده. تمام بلم السوائل بتاعتي مع الدقيق اهوت. في الحاله دي بقى هسيب السباتولا بين ايدي وهلم بصوابع ايديا بقى، هلم البسكوته الحلوه ديت بصوابع ايديا كده زي ما انتم عارفين. احنا متفقين ان البسكوت بتاعنا بتاعي ان شاء الله على الريحه بتاعته. طبعا لو حابه تضيف اللي هو الفروتو اللي انا ضفته او التانج اللي انا
ضفت المعلقه دي حابه براحتك، برضو ما انتش حابه ممكن تضيفي بشر برتقال، لو عندك بشر برتقال ممكن انت تضيفيه في العجينه بتاعتنا الحلوه دي، بيدي ريحه حلوه قوي. تمام، شايفين ما شاء الله باللون بقى بيدينا كده، وبيدينا بقى لمينا العجينه بتاعتنا. لازم بصوابع ايديكي كده تلمي العجينه بتاعتك، عشان طبعا ايديكي هي اللي بتحس بملمس العجين بتاعنا. تمام، هناخد منها قطعه كده هنشوفها هي بتشقق معانا، لو بتشقق معانا طبعا هتضيفي لها معلقتين من اللبن الحليب او معلقتين من العصير الفروتو او عصير التانج. تمام، شايفين ما شاء الله العجينه بتاعتي حلوه خالص ما بتشققش. تمام، شايفين العجينه بتاعتي ما شاء الله حلوه وجميله زي ما انتم شايفين. تمام اهي، هغطي بقى العجينه بتاعتي ديت، وزي ما قلت لكم العيوب اللي بتطلع في العجين او لو هي بتشقق معاك ان انت تضيفي لها طبعا معلقتين من الحليب او 2 معلقة من العصير. تمام، زي ما انتم شايفين العجينه بتاعتي ما شاء الله حلوه وجميله، هغطيها بقى في كيس كده وهشتغل فيها طبعا على طول. بسم الله ما شاء الله، طبعا طبعا كده شايفين ما شاء الله بجيب كره من العجين بتاعتي بفتها زي ما انتم شايفين بالنشابه كده زي ما انتم شايفين، وبساويها عشان اخد منها قطعه البسكوت الحلوه اللي انا عاوزاها. تمام، زي ما انتم شايفين بشيل اي حاجه اي زيادات كده، اللهم بارك. طبعا بشيل ده، طبعا انا ما برميش، انا بعجنه تاني، انا بعمله تاني كور كده وبعمل بسكوته في تحت زي ما انتم شايفين، اللهم بارك. وبالشوكه بقى لو عندك قمع كده عايزه تعملي بيه او بالمكنه او بالشوكه، طبعا زي ما انتم شايفين انا طبعا بعمله بالشوكه اهو. شايفين ما شاء الله بالشوكه حلو خالص ازاي. تمام، اسهل حاجه عندك هي الشوكه، لو انت ما فيش الكيس الحلواني او المكنه اسهل حاجه ان انت تعمليه بالكيس بالشوكه، طبعا بيديك الشكل بتاعت البسكوته بتاعتنا الحلو. واي حاجه بقى مش عاجباكي في البسكوته انت بتعدي لها كده بالسكينه اللي في ايدك، وكمان بقطع زي ما انتم شايفين كده التقطيعه بقى الحلوه المناسبه معاكي. تمام، اللهم بارك، شايفين ما شاء الله. وباخد البسكوتة بقى بتاعت كده في قلب الصينية. تمام، زي ما انتم شايفين اهي جبت الصينية وشوية من الزيت اهيت، وبحط بقى اشيل البسكوتة بتاعت وارصها في قلب الصينية. هخلص كل المواد اللي معايا، هخلص كل البسكوتة اللي معايا واحطها في قلب الفرن، وبعد ما اولع لها الفرن كده هوريها لكم ان شاء الله بعد ما تطلع معايا. بسم الله ما شاء الله، شايفين بقى جمال البسكوتة معايا عاملة ازاي، احلى طريقة بسكويت عملته. بسم الله ما شاء الله، البسكوتة بتقرمش وجميلة. طبعا اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسناش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. دمتم في حفظ الرحمن، مع ألف سلام.